هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟ لا يجوز للمرأة البكر ولا غير البكر أن تزوج نفسها، بل لابد لها من ولي، والولي هو الذكر من عصباتها فقط. فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان للسلطة العليا في الدولة، أو من ينيبه السلطان في هذه الأمور فيقوم مقامه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقوله تعالى مما يشهد لهذا الحديث وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فقال وأنكحوا الأيام منكم، فجعل أمر الأيام موكولا إلينا. ولو كانت الأيم التي تأيمت من زوجها السابق يمكن أن تزوج نفسها ما وجه الخطاب إلى أوليائها. فالمهم أنه لابد من ولي يتولى عقد النكاح للمرأة.